أهلا بكم. البداية من مصر التي شهدت اليوم حشدا وتضييقا أمنيا غير مسبوق في القاهرة، تحسبا لمظاهرات دعا إليها النشطاء تحت مسمى جمعة الرحيل. جمعة اليوم شهدت مظاهرات محدودة في عدة مدن ومحافظات، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا بحي الوراق في الجيزة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد استبق هذه المظاهرات بالتقليل من أهميتها في تصريحات لدى عودته من نيويورك، فيما تظاهر عدد من مؤيدي السيسي في عدة مدن ومحافظات. رغم الحواجز التي نصبت والشوارع التي قطعت والهواتف التي فتشت والمعتقلين والمختطفين المهدرة حريتهم، تحدث المشاهد التي تواترت من مصر عن غاضبين خرجوا من الحواري الفقيرة ومن البلدات البعيدة المعدمة، والنفوس تمور والقسمات جسورة متحدية. حين ارتفع الهتاف مباغثا قبل أسبوع في سواد الليل كما لم يتوقع أحد، بدت السلطة مدهوشة مربكة واندفعت تعتقل دون قيد حتى فاقت الأعداد 2000 محتجز. يقول مصريون إن النظام متكئ على خيار القمع، مندفع لا يبالي لإسكات كل صوت يعارض، وإن صار فعل الاحتجاج واقعا لا يوارى. فأوصد الميدان المحيل إلى لحظة تحرر مصرية فارقة، وقطع الطرق وطفق يبذر الخوف ويحكم قبضته. لكن المصريين يرون أن هذا الشاب الداعي للتظاهر، وإن جهلت دوافعه، أوقد الغضب وأسقط صورة الرئيس في مخيالهم قبل سلطته. من أمن الدولة. ثم ما لبثت السلطة أن استعادت روايتها الأثيرة عن مؤامرة تحاك، فالجموع المندفعة للشوارع زيف، والهاتفون برحيل الرئيس قلة، أو لعلهم وهم تلاحقه ثلة من الشاشات. ثم نودي من قيل إنهم سندوا الرئيس ليحتشدوا لأجله داعمين راقصين على هتافات الولاء، أولئك يأمنون ولا يعتقلون. عاد الرئيس إلى البلاد يهون من غضبة الناس ومطالب خلاصهم، يقول إن كل ما يجري محض خداع. هاي الصورة تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس. لكنه بدا محشورا في زاوية خيارات ضيقة ومنظمات حقوقية وأممية تؤكد أن الشوارع تموج بتحول ما، ولا تخفي خشيتها من بطش النظام وتحذر قمعه الداعين لرحيل الرئيس. كل شيء هنا إذن ينذر أن انتفاضة المصريين ربما لن تهدأ وإن قمعت، بعد أن صارت بلادهم الكبيرة في ظنهم موطن الأحلام الصغيرة، أحلام تلامس حد استنقاذ معتقل من غياهب سجن وأمان النفس وقوت اليوم. وكلما أطل عليهم الرئيس حدثهم عن النماء، وحولهم لا يرى إلا ضيق الحال وقصور تبنى. وينضم إلينا من اسطنبول أسامة الصياد الكاتب والصحفي. أستاذ أسامة، يعني كيف نقرأ التضييق الأمني الآن في الشوارع، شوارع القاهرة؟ هل هو مؤشر على أن الحكومة المصرية تأخذ على محمل الجد ما يحدث في الشارع، أم أن هذا إجراء روتيني واضح؟ هو بالطبع مسألة ظهور هذا القدر من التكثيف الأمني والاستنفار بيدل على أن النظام دخل في معادلة جديدة، أو يعلم النظام تماما أن ما جرى يجره إلى معادلة جديدة. النظام يأخذ الأمور على محمل الجد تماما، بعيدا عن أبواقه الإعلامية التي تقلل من المسألة أو التي تهون منها المسألة. يعني الفكرة لم تعد فكرة الاستعانة بالشرطة أو الجهات الأمنية فقط، المسألة دلوقتي تعدت وتخطت إلى الاستعانة بالحشود. لعبة الحشود دي لم يلعبها النظام بهذا الشكل منذ زمن طويل، بعد أن ظن أن الأمر استتب له إلى آخر درجة أو المسألة وصلت للنهاية. ولكن ما حدث في آخر أسبوع تحديدا، يعني
بيجر النظام او بيدي النظام مؤشرات ومعطيات بتقول ان هناك يعني اطراف اخرى دخلت المشهد غير الاطراف السياسيه التقليديه الاخذ في قمعها طوال ال6 سنوات الماضيه بشكل اذا كان على مستوى صعيد الاسلاميين او التيار الاسلامي او على صعيد المجتمع المدني والتيارات المدنيه او ما يعرف بالتيارات والاحزاب المدنيه. حاليا استعانت النظام منذ صباح اليوم باستقبال السيسي بحشود أو بمجموعة من المواطنين يعني في المطار بيدل على هذا تماما. وحتى الاستعانة بالمتظاهرين أيضا بعد الجمعة في مسألة في مدينة نصر وفي شرق القاهرة تحديدا يعني مسألة تنم بوضوح النظام كان. هذه ملامح شهدها الشارع المصري في بداية الحراك الأصلي في مصر. شهدنا كيف اصطدم الجمعان، المؤيدون لمبارك والمناهضون له. يبدو أن السيناريو يتكرر، أليس كذلك؟ هي العقلية بتاعت النظام يعني هو أنا لا أستطيع أن أقول أن السيناريو يتكرر حتى الآن، لأن حتى الآن الشارع لم يعني يسبق حتى الآن النظام في هذه الخطوة. اليوم شهدت التظاهرات تراجعا، ويعني مسألة القمع أو مسألة الإحكام القبضة الأمنية في الشوارع مختلفة بعض الشيء عن وضع يناير. الآن النظام حتى من قبل ذلك حينما حصل بعض الانسحابات للشرطة وترك مئات المتظاهرين، الأمر كان في إطار استراتيجية معينة يعني تتجنب ما حدث في يناير. الشرطة في يناير بقيت في الشارع أيام طويلة في مواجهات، وهذا ما أدى إلى انخفاض قدراتها في مواجهة الحشود الكبيرة. اليوم الشرطة كانت تبدو أنها مستعدة أكثر، الأيام الماضية لم تكن الشرطة بهذه الكثافة حتى منذ بداية المظاهرات. فأنا يعني مختلف شوية في مسألة أن الأمر بيذكر بيناير. الحشود اللي نزلت حاليا خالية من التيارات السياسية التقليدية، يعني مش مسيسة بشكل كبير. جميع الحقوق وجميع المحامين اللي تواصلوا مع المعتقلين بيقولوا ان احنا ما شفناش الناس دي قبل كده، الناس دي دوافعها قد تكون متشابهة مع دوافع يناير، لكن لا يوجد اي وجود على الارض لتنظيمات سياسية او من يقود المظاهرات من نشطاء وما الى اخره، بعضهم معتقل وبعضهم في الخارج. فالوضع مختلف بعض الشيء، وان كانت الدوافع التي كانت قبل يناير التي دفعت الشعب المصري الى الخروج في 25 يناير هي موجودة وأكثر، وهي من حركت المتظاهرين حاليا. يعني أسامة الصياد الكاتب والصحفي حدثتنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. هذا وتظاهر الآن العشرات من النشطاء المصريين في نيويورك تضامنا مع حراك الداخل. من هناك تنضم إلينا مراسلتنا ريما أبو حمدية. كيف هي الأجواء عندك ريما؟ نعم، يعني هذه المظاهرة كما ترون ورائي، يتحضر الشباب والنشطاء الآن لاستقبال المزيد من المتظاهرين للتظاهر هنا أمام مقر الأمم المتحدة. يقولون هذه التظاهرة هي تأتي بالتزامن مع التظاهرات في مصر لدعم هذه التظاهرات في مصر. لدى الموجودين هنا ونتوقع المزيد بعد قليل مطالب محددة. أولا يريدون إلقاء الضوء على ما يصفونه بفساد السيسي، خاصة بعد الكشف عن القصور التي تبنى هناك بينما يموت الشعب المصري كما يقولون جوعا وقهرا. والمطلب الثاني هو إطلاق سراح كافة المعتقلين. كما ترون ورائي الآن يتم كتابة أسماء المعتقلين الذين اعتقلوا خلال فقط الأسبوع، في خلال فقط هذا الأسبوع أكثر من 2000 معتقل كما يقولون اعتقلوا فقط خلال هذين أو هذه الأيام القليلة، وبالتالي مطلبهم هو إطلاق سراح كافة المعتقلين، ليس فقط المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية، وإنما أيضا كافة معتقلي الرأي في السجون المصرية والذين يقولون هم بعشرات الآلاف. إذا مطالب محددة للمتظاهرين هنا، يقولون أنهم اختاروا ليس في مكان ليس بعيد عن مقر الأمم المتحدة لأنهم يريدون من العالم أجمع أن يرى ما الذي يحصل في مصر وأن يلقوا الضوء على ما الذي يحصل في مصر، خاصة وأن الأمور تزداد سوءا لا تزداد أو لا تسير باتجاه جيد للمتظاهرين، لكل من يخالف ويعارض في مصر. فكرة أن النظام المصري الآن يعتقل حتى الأكاديميين. نعم. يقولون خرجت الأمور عن السيطرة. نعم. أصبح الوضع لا يمكن القبول به، وبالتالي لهذا السبب هم متواجدون هنا اليوم.
ريما أبو حمدية مراسلتنا في نيويورك، شكرا جزيلا لك. ونصل إلى فقرتنا، فقرة الإعلام الجديد مع دانيا، تفضلي. شكرا كمال. طبعا مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إجراءات أمنية مشددة. المعارضون استعملوا أوسمة عدة على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها جمعة الخلاص وثورة شعب. ونبدأ بتغريدة مرام: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. حسام يحيى يقول: يعني شحن عمال الشركات مقابل 500 جنيه زائد وجبة للتظاهر تأييدا للجنرال. ومحمود رفعت يرى أن إذلال الشعب المصري لهذا الحد بإفقاره ثم توزيع الطعام عليه مقابل تأييد السيسي وصمة عار بجبين كل من شارك ويشارك بهذه الجريمة الشنعاء. إناس تعتقد أن نظام السيسي يجسد مقولة غسان كنفاني: يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم. أيضا عبد الرحمن يقول: يعني سيادة الرئيس أطلب تفويض جديد كما قلت، ولكن في المقابل أترك المجال لمعارضيك أيضا للتعبير عن رأيهم بكل حرية وقارن بينهم ثم اتخذ القرار. وبالمقابل عبر مؤيدو السيسي عن ولائهم لرئيسهم، فحمزة قال: ربنا يحمي مصر يا عم ويخلي السيسي. وهشام يهنئ الرئيس على سلامته. وإبراهيم يقول: تفويضنا للسيسي تاني، بنحبك يا سيسي. رصدنا لكم آخر تطورات المشهد المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا وبالعودة لك كمال. شكرا دانيال.